رجعنا لكم مرة تانية وفقرة الأخبار والصحافة سريعا جدا النهاردة عشان عايزين الحلقة تكون خفيفة ولطيفة ليلة العيد. النهاردة احنا بقالنا فترة بنعاني من صقيع، واعتقد الصقيع ده هيستمر لفترة مش قليلة اليومين دول، في الجو مائل للبرودة صباحا وشديد البرودة ليلا. هنقرأ معاكم سريعا الدرجات بتاعت الحرارة في محافظات المختلفة لجمهورية مصر العربية يوم ليلة العيد، وبكرة ان شاء الله هنتابع معاكم برضو على صفحة البرنامج درجات الحرارة. درجات الحرارة النهاردة زي ما هنقراها وبنشوفها على الشاشة قدامنا، القاهرة هتكون 18-10، الإسكندرية 17-9، مطروح 17-9، شرم الشيخ 22-14، بورسعيد 18-10، المنيا 18-7، أسوان 24-9، وأعتقد لا توجد أي يعني بشاير لأمطار الفترة اللي جاية، ما فيش أي أمطار تماما الفترة القادمة إن شاء الله. تمام، دي كانت أخبار الطقس. من أخبارنا كمان النهاردة، محكمة الجنايات تقضي بالإعدام شنقا لدبور سفاح الإسماعيلية. أنتوا عارفين الشاب اللي من أيام قتل شخص مسن في وسط الشارع، قطع رقبته في وسط الشارع وقدام الناس وفي عز الظهر، وقال لك أصلا أنا كان ما كنتش بحبه، أصلا أنا مش عارف إيه، هو الولد ده اللي قطع رقبة الراجل. وبعدين بقى لما حققوا معاه كل شوية يقول سيناريو مختلف عن التاني. المهم يعني المحكمة حكمت عليه بالإعدام. طبعا أنتوا عارفين حضراتكم إن حكم الإعدام بياخد 60 يوم بعد كده عشان يبتدي يبقى فيه نقض للحكم ويتم نقض الحكم خلال هذه الفترة، وبعدين تعاد المحكمة أن تؤيد محكمة النقض الحكم ويتم تنفيذ الحكم. لكن أنا وطبعا تم كمان أثناء الحكم يعني غرامة 100,000 جنيه للمدعين بالحق المدني، تروح للمدعين بالحق المدني ضد هذا المتهم. كانت أنا بشوفها أن من أبشع الجرائم خلال عام 21، لأن هي فيها فزع، فيها فزع للناس كلها. يعني إيه أنت تبقى في بلد وواحد مش يتقتل في عز الشارع، يتقطع رقبته في عز الشارع؟ وبعدين سياسة قطع الرقبة دي حاجة يعني عجيبة وحاجة غريبة لما نشوفها في مجتمعنا. فالمتهم ده الحقيقة يعني، والحادثة دي كانت من أبشع الحوادث اللي شافتها مصر خلال عام 21، وكانت في الإسماعيلية. المهم ان كل متهم لازم يجي قدام المحكمة يقول لك انا بريء، انا كان غصب عني، انا مش عارف ايه، والدته تقول لك ابني ما يعملش كده، ابني كويس، مع ان الناس كلها شافته. يعني برضو ده بيقول حاجة، ان احنا لما نشوف حكم نرضخ لحكم المحكمة، نرضخ لحكم المحكمة وحكم القاضي، لان مفيش متهم وقف قدام المحكمة وقال انا قتلت، مفيش متهم وقف قدام المحكمة ابدا وقال انا قتلت. كل واحد يقول لك انا اقول الولد ده قتل على مسمع ومرأة من الجميع قدام الناس كلها، وقال لك انا مظلوم يا بيه في المحكمة. كان لسه من اسبوع كده بيعلنوا حاجات في المحكمة، فتم الحكم عليه، هذا هو الحكم العادل، ونتمنى ما نشوفش هذه المناظر البشعة في مجتمعنا مرة اخرى. بعد الحكم ده في عدد من السيناريوهات هتتم، يا إما محكمة النقض تؤيد هذا الحكم فيكون حكم نهائي وبات، يا إما محكمة النقض تلغي هذا الحكم فيعاد الحكم بالتخفيف أو بالغرامة اللي هو لازم يسددها، لو ما كانش معاه فلوس بيسددها في الحكم قبل حكم الإعدام اللي هيتم. أيا كان السيناريوهات، احنا بنتمنى أن حادثة زي كده تكون عيطة للكل، أن ما يكونش أبدا ده اللي بيكون في مجتمعنا، ده أسلوب وده السلوك اللي بيتم في مجتمعنا. ما ينفعش أبدا تكون حادثة زي كده بتقبل أيا كان الحكم على المتهم، ولكن الواقعة نفسها بنرفضها، بنرفضها قلبا وموضوعا. من هذه الحادثة بننتقل للحالة المرورية النهاردة. النهاردة ليلة العيد والأجازات في كل الأماكن النهاردة في المحافظة، وبنعيد كلنا مفيش تكدسات مرورية، ولكن حصل امبارح حادثة كبيرة جدا حابين نتكلم معاها مع أستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا كريستين، صباح الخير يا أستاذ، يوم طيب لحضراتكم، يوم طيب للسادة المشاهدين الكرام. صباح الفل عليك.
امبارح الحادثة اللي حصلت على الطريق الدائري سمعنا عليها وقرينا على السوشيال ميديا كمان، في 8 مصابين ومتوفي، وكان في حريق لثمان سيارات او اشتعال لثمان سيارات تقريبا، فممكن تدلنا ازاي حصل الحادثة دي تفاصيل عنها من فضلك؟ يمكن طبعا في البداية زي ما حضرتك تفضلتم واشرتم ونويتم ان كان عندنا مصادمة دي على الطريق الدائري الأوسطي وخاصة في نطاق منطقة حلوان. أسفر الحادث عن اصطدام عدة سيارات في هذه المنطقة تحديدا في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة متجه إلى مناطق حلوان. طبعا النيابة العامة أصدرت بيانها في هذا النطاق تحديدا، وهو بعد أن تم رفع كافة الأثار لهذا الحادث وتيسير الحركة المرية واستنتشار كافة الخدمات المرية من قبل الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة. طبعا طبقا لما أصدرته النيابة العامة في هذا الشأن والبيان الصادر منها، هو أنه كانت سيارة متوقفة في هذا الطريق، كانت متعطلة في هذا الطريق، اصطدمت به عدة سيارات، فوجئت بتوقف عدد من السيارات أثناء أحد المحميات في هذه المنطقة تحديدا، فاختلت عجلة القيادة في يد سائقة. السيارة دي كانت اللي هي معلش متأسف، السيارة المقطورة الكبيرة هي اللي دخلت، اتفاجئت بعدد من السيارات اللي ركنا على الجنب على جانب الطريق، مظبوط؟ بالضبط، كانت سيارة نقل تحديدا بالضبط كده، كانت متوقفة في الطريق لإزالة كان أسباب حادث سابق قبل هذا الحادث. تمام. مما أدى طبعا إلى ذلك إلى طبعا اشتعال عدد من السيارات. وطبقا أيضا لتقرير وزارة الصحة وبيان الصادر من وزارة الصحة، أدى ذلك إلى طبعا وفاة 8 مصابين، وتم التحفظ على قائد هذه السيارة النقلة المتسببة في هذا كافة المصابين إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج، وعقب ذلك تولت النيابة العامة هذه التحقيقات. وأيضا طبعا تم انتداب أو قررت النيابة العامة نبذ الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مصدر الحادث والسيارات المشتعلة، وطبقا لهذا البيان أيضا لسبب اندلاع هذا الحريق وحظر كافة التلفيات وعرض المتهم المتسبب الحادث بالشرعي لأخذ عينة منه بيانا لما مدى تعطيه مواد مخدرة أو من عدم وجاري استكمال كافة. مشكورة جدا أستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية. أنا بس عايز أقول حاجة في هذا الإطار، إحنا الحوادث دي بقت متكررة بشكل كبير جدا، والحوادث الجماعية اللي هي حادثة بتاخد معاها 6-17 عربيات في السكة، نتيجة ايه؟ نتيجة تهاون البعض بأرواح الناس. انا ما بشوفهاش غير كده، يعني بشوفهاش مثلا واحد كان بيجري عشان مستعجل، واحد كان بيجري عشان يلحق شغل، واحد كان بيجري عشان يلحق ابنه يجيبه من المدرسة، بشوفهاش كده. انا بشوف واحد متهاون في أرواح الناس، عربية تريلا اللي راكبها ما تعرفش ضارب ايه على الصبح، ماشي يمين في شمال وماشي خبط في الناس كلها، العربيات اللي بتمشي ترمي زلط على الناس في الشوارع. كام واحد فينا بيسوق عربية إزاز عربيته اتكسر من الزلط اللي بيتحدف من العربيات؟ في تهاون في مال الغير وروح الغير. مال الغير اني اهم حاجة عربيتي انا تبقى زي الفل تمام، لكن وانا ماشي عادي لو عربيات ايه يعني ما خبطتها يعني اعمل لها او جرحتها او كسرت لها المراية او ضايقت حد، مش مشكلة، اهم حاجة ان انا حاجتي كويسة. روح الناس، ما اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. فهي الفكرة كده، انا بشوفها دايما هو تهاون في مال الغير وروح الغير. انا ما عنديش لا ويتكلموا والاشخاص دي بقى تشوفها على الطبيعه تلاقيها ناس كيوت وكويسين، ولما يجي يكلمك عن ربنا ويجي لما يجي يكلمك عن الاصول ويكلمك عن الامانه ويكلمك على حاجات كتيره جدا جدا جدا، لكن ما تشوفهم على الطريق ما تعرفش ايه اللي جوه دماغهم، يحدف يمين ويحدف شمال ومش فارق معاه حاجه. الحقيقه كان حادث بشع. يمكن نشكر ربنا ان عدد الارواح اللي راحت في الحادثه متوفي واحد فقط. انا لما شفت الحادثه وشفتها على التلفزيون وشفت كميه النيران الصور اللي حضراتكم كانت على الشاشه،
انا قلت ولا 10 ماتوا في الحادثه، فنشكر ربنا ان عدد الوفيات قليل جدا، ودي انا بشوفها ان هي حاجه نشكر ربنا عليها، لكن برضو مال الغير والطريق بتاع الدوله وكذا وكذا. امبارح برضو على طريق اسكندريه كانت عربيه نقل وقعت من فوق كوبري كده، فلا يعني انا بشوف ان احنا لازم نحترم اكتر الطريق اكتر من كده. يعني اعتقد يعني بعد كل المشكله مش في العقوبات ولا في الغرامات الصارمه من من المرور في جمهوريه مصر العربيه، اعتقد كمان المشكله في سلوكنا احنا كمواطنين. لازم نعترف ان سلوك المواطنين احنا مش عندنا ثقافه احترام الاخر، وده سبب رئيسي في مشكله المرور في مصر من وجهه نظري. زي ما اسحاق كان بيقول بكسر على الراجل يمين، بكسر على الراجل شمال، الست ماشيه بطيئه ازمر. يا جماعه احترم غيرك، احترم اللي ماشي جنبك، لان اللي ماشي جنبك ده له حق انه يمشي في سلام ويمشي في هدوء من غير ما حضرتك تفضل ترخم عليه وتقول له اتفضل اتحرك او اتفضل ادخل يمين او انت انا هكسر عليك. احترم الاخر. الموضوع احترام الاخر ده مش بس في المرور، في الطابور، في اي حاجه، في يومنا الطبيعي محتاجين ان احنا يكون عندنا شويه ثقافه لاحترام الاخر. وانا اولكم، يعني انا محتاجه افكر في غيري قبل ما ابتدي اعمل اي تصرف. غيري محتاج ايه؟ غيري علشان النظام العام للمجتمع وعلشان النظام العام للمكان اللي انا موجودة فيه، انا محتاجة اتصرف ازاي؟ يكون تصرفي ازاي في المكان اللي انا موجودة فيه ده؟ محتاج احنا كمان كل حد فينا يعمل كده. تمام. من اخبارنا كمان النهارده مراسم استقبال رسميه لرئيس الانتقال في تشاد بقصر الاتحاديه. اجريت مراسم استقبال رسميه لرئيس المجلس العسكري الانتقال لجمهوريه تشاد محمد ادريس ديبي بقصر الاتحاديه. تم استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكريه السلام الوطني للبلدين. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الامس بقصر الاتحاديه محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقال لجمهوريه تشاد. ومصر الحقيقة بتفتح صفحة كبيرة جدا مع كل دول إفريقيا، واهتمام كبير بكل دول إفريقيا، واستقبال وحفاوة دائما من مصر لكل قلوب وكل بلاد إفريقيا. طيب، الحكومة تتعاقد لتوفير عقاري لمواجهة متحورات كورونا. استعرض مجلس الوزراء أمس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بيخص أو بقائم بالأعمال وزير الصحة حول الموقف الوبائي محليا وعالميا للمتحور الجديد. وقال إن هذه العقاقير قلت بنسبة 20% الإصابات لكورونا المتجهة للمستشفيات. يعني قل احتياج المصابين لكورونا للذهاب إلى المستشفيات تقريبا 20% بسبب هذه العقاقير. إن الحكومة الفترة الأخيرة كانت تعاقدت على حصول على 3 عقاقير مختلفة ضد فيروس كورونا. 3 عقاقير دول باختصار شديد هي لا ليس لهم أي علاقة باللقاح. اللقاح مهم زي هذه العقاقير، لأن هي هتبتدي العمل بيها في آخر هذا الشهر الجاري يناير. رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الفنانة القديرة والكبيرة مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان. توفت يعني صباح الساعات الأولى من اليوم، وكانت أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك. بنعزي أسرتها وبنعزي الجميع، طبعا هي أخت المرحوم كمان عزة أبو عوف. بنعزي كل أسرتها وربنا يرحمنا ويرحم الجميع. طيب، هنتابع معاكم برنامج صباح النور ليلة العيد. خليكم معانا بعد فقرة فاصل صغيرة، ومعانا فقرات مهمة لليلة العيد ويوم العيد. خليكم معانا.